بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا في وقفة احتجاجية، أهل مدينة القدس من رحاب المسجد الأقصى المبارك ومن القدس الشريف ومن فلسطين ومن كل العالم الإسلامي، ندين ونرفض ونستنكر ونستهجن ما قام به هذا الشيطان الذي يبغي الشهرة، قام بحرق القرآن الكريم كلام الله، ومن ثم أيضا قام بتمزيق القرآن الكريم. نرفض هذا كله على الإطلاق، نرفض المساس بجميع الكتب السماوية وهذا العمل مشين. نستنكر ما قامت به سلطات السويدية بالسماح وبالحماية وحراسة هذا الشيطان الذي قام بهذه الجريمة النكراء أمام أعين العالم جميعا. نرفض المساس بجميع الكتب السماوية والأديان السماوية، ونقول لهم أن هذا سيعاقب عليه إن شاء الله في الدنيا، وسيعاقب عليه أمام الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.